إخواني المقصود من هذه الهداية الأم هنا ما يقول نحن غرار لا تقل هذا أيها المسكينة ولا تسمى نفسك حرة أخاف أن تكون حالك كما كان لزبد عين مجنون هل ترون الظلم قد ذاب أو قد قل هل ترون النفوس محفوظا عن الإفطار والشرر هل الأعراض في صيانة وحيامة كلا كالظلم على أوجة الناس مقتولون يوما بعد يوم الأرماد ما زالت في خوف وخطر فكيف تقول نحن أحرار لا لستم بأحرار أين هذا الحر أين الإسلام وأين أجمع اللهم ارحم باكستان أهلها وفق هؤلاء لفهمهم الإدراك والسلام عليكم ورحمة الله.